هذا ما طيبناش هنا، عام اللي فات طيبت، السنه ما طيبتش. علاش ما طيبتيش؟ الظروف جات الدنيا غاليه شوي. شويه تلقى عملك موافقه مش كيما مالف. العام هذا كلش غالي. كلش غالي، ما كفيناش كفايه. كاين عائلات اللي راهم يقولوا باللي يعني الاثمان خاصه تاع المواد الاولي اللي باش يصنعوا الحلويات راهي غاليه. انا تبان لي رايي انه يقتنيها مباشره من عند كيما مثلا هنا هاد الحلويات التركيه ما شاء الله ويتهنى احسن. هذا رايي. كان رانا مجندين كاع العمال يعني في العيد هذا باش نوجدوا لهم الكاطو تاع العيد، ويعني الاسعار راهي في متناول الجميع، والناس راهي تشوف يعني تشريه جاهز خير من يخدموه في الدار، نظرا يعني لارتفاع المواد الاوليه هذه والحوايج مواد الحلويات هذه. على حسب الدورات اللي انا نقوم بها، الدورات اللي نقوم بها المحلات نتاع بيع الحلويات، لاحظنا اقبال كبير، وكي احتكينا مع المستهلكين لقيناهم متهربين من الاسعار الباهظه للمستلزمات نتاع الحلويات، واللي يلجؤوا يدوها جاهزه. اجل الاثمان تاعها في متناول الجميع، والحمد لله وقضيه النظافه نتاعهم الله يبارك، والحلويات متنوعه وحسن المعامله للمستهلك، هذه الحاجه يتمنى، الاسعار، حسن المعامله والنظافه.